سنغافورة الو كاين قوانين اللي تحطوا بون ميزا بار كو الناس عاونوا الدوله باش عاود ناضت وباعوا الذهب ديالهم باعوا داكشي اللي عندهم الاملاك ديالهم باش يعاونوا الدوله سك الرئيس ديال سنغافور باش دار داكشي يمكن كيجي شي حاجه لبو عزيز باغي يربي الشعب ديالو باش قال لهم فوالا غادي نحط لكم قوانين باش كومسا كل يكون لو ريسبي توتال الو اول قانون هنا اللي كاين غير في سنغافور هو الى سميتو تشو ماشين شوين غوم لمدرتي المسكا في سنغافور ممنوع وكتباع غير في لا فارماسي الى خرج لك الطبيب الى خرج لك الطبيب والى كنتي وكليتي المسكا في الزنقه غتخلص تقريبا $1,000 غرامه فوالا دونك الى لحتين $1,000 القانون الثاني عندك هو العزف ضربتي الموسيقى في الزنقه ضربتي الموسيقى في الزنقه بطبيعه الحال كتخلص غرامه ديال $1,000 حتى هي فوالا تكون غادي في موسيقى ولا بتيت غادي في الطوموبيل وتطلق موسيقى بجد سمعوا $1,000 عندك القانون الثالث هو الالعاب اللي ممنوعه كتخلص عليها غرامه ديال $5,000 بحال اللي درتي غير داك الطياره بالورقه ها ولحتيها $5,000 واو كاينش بساله ما عندناش بساله اما المخدرات بون الا كنت دير المخدر هذه بون هذه في كل شيء غتخلص هنا شوف تقريبا $20,000 وتدخل الحبس 10 سنين واو تري بيان المهم اللي بغى يمشي لسنغافور مرحبا لي بي راه كاين بروموسيون تخلص $5,000 الى مو قال لك هنا الى تعديتي على شي حيوان هذه مزيانه عندي مزيانه دونك الى جينا نحسبوا دوك ضربوا هزه شحال وصلوا دابا غيكونوا واحد $2,000,000 فوالا اكزاكتومون $2,000,000 عندك عاوتاني المضاربه الى ضربتي في الزنقه انت وشي واحد بوك هنا تيقولك الى جا عندك شي واحد بغى يضرب معاك قول اسمح لي حيت ما كيفرقوش كل اللي غلط بجوجكم حصلكم كتضاربوا بجوجكم كتخلصوا $5,000 لواحد مزيان هادي زوينه فوالا ما فيهاش اللعب دونك كيولي الناس بيس عليهم مرة مسالمين كي تضاربوش مستيق على هادي اللي زوينه عاوتاني سيكو كتخلص $300 في نظركم علاش $300 وي الى قلتي الاحترام على شي بنت في الزنقه تحرجين لا داكشي ما عندهمش ما اصلا لا اذا مسقتي في الارض فوالا الى قلتي الاحترام على الارض فوالا الى مسقتي على الارض $300 واحد القانون واحد اخر الى في نظركم غادي تخلص $1,000 علاش الى عيرتي شي واحد الى عيرتي بشي ناس خايب لا اذا قطعتي في حاجه ماشي باساج بيتون لا الا مشيتي تتكونيكتي في شي واي فاي اللي ماشي ديالك ديال شي واحد ومشيتي تكونيكتي في بلا لوطوريزاسيون ديالو كتخلص $1,000 المغاربه كاملين غيخلصوا المغرب راه يغنيهم الله هذا قوانين في سنغافور كاينه حاجه واحده اخرى $500 الا مشيتي عطيتي ماكله للحمام بالك حمام عطيتهم ماكله عندهم الحمام عندهم اماكن مخصصه ديالهم فين يمشيو ياكلوا حيت قالك الا مشيتي تعطيتيه الماكله كي هي الخير هذا الخير هنا خير اخويا هنا خير حشمت نكملها عندك واحده اخرى $150 الا دخلتي المراحيض العموميه ومني خرجتي ما خليتيش بلاصتك نقيه هذه مزيانه تخلي بلاصتك نقيه اوكي شنو كاين واحده اخرى كتخلص $1,000 وسي غرامه الى كنتي لابس كتلبس تبدل حوايجك والشرجم ديالك محلول وشافك شي جار كيمشي ريكلامي بيك ولا ديكلاري بيك $1,000 واخا في قلب دارك لا تغطى غطيه الناس كي هو اللي شاف شنو كيف شو يشوف فيك؟ هو اللي كان كيشوف فيك لا انت خليت الشرجم ديال داك خليتي الشرجم محلول ما تحلش حيت السترة عندهم علاش تخليه محلول باش بغيتهم يشوفوا عندك بارك عليك دير واحد بون جيسبر تكونوا تعلمتوا هو صراحة كلشي عندهم مزيان من غير هذيك ديال الموسيقى اللي خرجتي عزفتي الموسيقى في الزنقة هي واخدينها من ناحية انك تقدر ديرونجي الناس ماشي كلشي باغي وي الوي في تا هو الوي في مشي سنغافور لا انا كنظن كون كان هذا القانون كيطبق في المغرب واش اخبارك انت كيكون واحد عنده اخت انا كيقطع الطريق كيدير فيها خيمه واه سي فري الو الو وي سي خدوش كيدير بخير مرحبا بكم واش كيدير لاباس فين فكادير فين لا في سنغافور وحدي راسك تما هذوك مربين بالمعقول انا في سنغافور كندير ستاج شتا الناس شتاك شي هضات علي داك النار هو الوالد انا داك النار مغاربه ما فهمونيش
هكا راه سنغافور الناس ديال سنغافور باش نمشيو ستاج سنغافور لا ما خصنا نديرو هاد القوانين في المغرب لا في المغرب يغنيهم الله انا هاد القانون عندي انا في الدار ديالي في هاهو اما شفاليا ويفي كنجوع عليه اما الا وكل الحمام كناكلو الحمام